من الخير والبركات. الخير دبيح وفي أحسن الأحوال جريح ينزف أمام عدسات الكاميرات، والشر يتداعى ويتخذ من الخيانة شراعا. الشر يحمل إلينا معمما بالبشاعة والنكبات. أقرشي بركة اللهم اجعلها في ميزان الحسنات. ولكن قبل ذلك هنالك حقائق لا بد من البوح بها. الحقيقة الأولى أنني هنا ما عدت أستشعر الغربة حقيقة، ما عدت أستشعر الغربة. أنا وقعت في غرام هذه المدينة، هنا أتنفس هواء نقيا، وهنا لي أصدقاء موشحون بالوفاء. أصدقائي هنا لهم قدرة مبهرة على صناعة الألفة والمودة والإخاء. وهنا أستشعر كذلك أنني في إحدى عواصم الإبداع والإمتاع والكبرياء. الحقيقة الثانية أن هذا الرجل الماثل أمامكم المسمى قيد إشراقاته السيد عداد مدني في الحقيقة ما دعاني ولكنه استدعاني، اختطفني واعتقلني وحملني إليكم. هذا الرجل كان يعرف حقيقة طبيعة إكراهاتي، ولكنه أصر على حضوري إصرارا وأصر على مجيئي إلحاحا. والحقيقة أنني مدين لك بهذا الإصرار يا رجل، شكرا جزيلا. والحقيقة الثالثة أنني فخور بأن أحضر في ليلة يكون فيها العريس رجل علم من أعلام الإبداع في هذا الوطن. أنا شي واحد صاحبي قال لي فين غادي هاد اليومين؟ قلت له غادي عند بن كيران. أش تابنا سيدي لشي بن كيران؟ قلت له نور الدين أصاحبي، ما كتعرفش نور الدين؟ نور الدين على بركة الله غنقراو جبت معايا قصيدة لليافعين، تنشوفوا ليدات هنا يافعين شباب، نقراوها ثم ندوزو إكس لارج. أسئلة ناعمة للصغار فقط. من سرق البيض من السلة؟ من سرق السمن من القلة؟ من سرق الملح من البحر؟ من سحب العطر من الزهر؟ من ألقى في الواحة غلة؟ من ذبح الزيتونة غدرا؟ من عصر الليمونة عصرا؟ من طرد عصفور الوادي وأحل الغربان محله؟ من أبقى للشعب فتاة؟ من حمل الميزان رفاة؟ من ترك التمساح طليقا؟ من أعطى لللص مظلة؟ من باع أحلام الحافي؟ من باع أحلام الحافي؟ من حفر في القلب الدافي؟ من نظم في القهر قوافي وقدمه في أجمل حلة؟ جوابا على هذه القصيدة، جوابا على هذه الأسئلة، سوف أقرأ قصيدة لليافعين كذلك ثم ننتقل إلى الإكس لارج. انظر من حولك، الغارق في البحار ابني، والسارق من ثمار يشني، والشاهد صورا أن الحصان قد نهق، والصادق طير في عش نام واحترق، والبادئ أظلم والقادة أقسم أن خير الرجال من سرق. هذه بلادي وهذا جوادي، يصحبني أركبه هو من سحاب وأنا من ورق. انظر من حولك واصدق في قولك، ففرعون حتى اعترف بالذنب لما غرق. أقلام أوبنجر. قالك
كيحكي حاكي علام، كيحكي حاكي علام على قلام حزين ومن جار قلام ماضي ملقم بقوام العشابة والعطار فراس العام كتب كلام، فراس العام كتب كلام على الويسكي والحبل حلوف واليهودي اللي باع الصوف وعلى انك حكم بجوج حروف ودور به الشفارة قال كيفاش وقال علاش وضرب الفلاش بجوج ومشاش واحد شيعة واحد شبعة نضارة والسيجارة مسكين الاقلام زغبوا الله وبقاو فيه عباد الله رسم حمامة فوق الشجرة وفي المشهد دخلت حجرة ضاع العش وبان الغش وطار المش اللي شبعان بالكسيبة في الطيارة قطع على البحر قطع على البحر نشفو رجليه وصبغ شعره وصبغ عينيه خدا قطان صرانية تعلم أصول الحضارة القلام كفر رجع للسطر خصص فقرة للفقارة في تصويرة رسم براد وحفيانة ويمك الولاد دارت حجرة في الكوميرا عطات المومو يهرس الجوع واللي بغى يحلب بقرة لازم يحني ولازم يطوع صويرة جوج حصاير بيدو خاوي وكرسي ضاير وزادة وسجادة الله كبير فوق العادة على أصحاب السعادة وعلى وليدات الأمارة القلام كعا هاد المرة قال خسارة القصارة في العمارة والله يلعب كان سباب مور الدار ولا بواب وداروا به السمسارة القلام القلام كتب وعاود سب فتح ملف الدعارة كتبش كل اللي مسؤول حتى الراجل ولا بهلول كتبش كل اللي مسؤول باب الشرف ولا بحلول دخول وكون وصول وجول وما تنساش الشكارة القلام نزف بكى وحلف القلام نزف بكى وحلف القلام نزف بكى وحلف حلفت يكشف المستور واللي بغى يكمل الحكاية ينقز معايا مور الصور هذا القلام عندك تنسى وهذا القلام عندك تنسى قلب الصفحة وهمس همسة قال شحال من ناب خصو كلاب وشحال من باب خصو خرصة هذا القلام عندك تنسى قلب الصفحة وهمس همسة قال شحال من ناب خصو كلاب وشحال من باب خصو خرصة هنا دوات الصفارة وهنا طلعت الحرارة جمعوا موالين السياسة جمعوا أصحاب القداسة والنصابة والبحلاسة داروا دورة خداوا صورة أصحاب القداسة والنصابة والبحلاسة داروا دورة خداوا صورة قالوا علينا بالمنجارة ديروا القلام في الدوارة ونجروا باباه وعصروا يماه ويجيوا ينفعوه الشعارة المنجارة المنجارة خذت الكلمة قالت القلام مالك داصر ومولاي القلام مالك داصر مالك كلامك كله خاسر شحال غيرتي من خاطر ما عجبتك حتى حالة وتفننتي في البلبالة درتي الثقة في الحوتالة كذبتي بزاف ودرتي أحلاف شحال بسبابك شحال بسبابك قصى وحراش دار المبدأ غطاء وفراش كانوا جهالة وبوهالة وكانوا أوباش القلام مالك نباش القلام مالك نياش القلام مالك فراش ناطلع الحرارة ناغنات القطارة زيدوا بابا واش عصروا يمنا يتعلم يدير كي القلومة يشري ويبيع تعلم يدير كي القلومة
يشري ويبيع ويتعلم يختار الأغاني والمواضيع ويتعلم يطيع ويدير حملة انتخابية لصحاب التطبيع ويكتب عطلة للجميع شميشة للجميع حشيشة للجميع. أرميلة للجميع وفجيلة للجميع. يكتب أسماء الأزقة والشوارع ويصرف الأفعال الخمسة في المضارع ويكتب قصة حنا ملي ضحكنا السي رباوي هذاك هو النهار الكبير عندنا. يكتب قصة على أحلام الضفادع هنا داق السجان كيف المسجون المرار وتكلم الكلام اللي وقفات المنجرة كلمة وحدة موتة وحدة الوطن شهدة أماليه رعدة واللي بغى يبدا يزيد يبدا وهنا الحاكي سالى الكلام وهنا نزلت الستارة ومسكين القلام داك القلام مع الأيام يا ما شاف شاف البيت العسكرية العربية ولات شفاف والبندقية التاريخية اللي كانت شهلة فوق الكتاف غرقات في سطاها وخلاها مولاها بلا إسعاف واللي ضيع الأمانة واللي قنن الخيانة واللي عراب واللي هراب واللي حسناف كتب ليهم وصية وهدا هدية دم الشهداء ودور العبادة والحق الصبيان اللي تقطع طراف طراف. عندي قلم وقومة عندي واحد قصيدة نقراها